منتخب مطالب بان هو يحقق نتيجه تطمنا وتطمنه على طبعا دي لقطات من التدريب المنتخب دلوقتي على ملعب استاد الجوي، التدريب اللي يمكن او اللقطات دي يمكن من حوالي اقل من ساعه. لكن خلينا نرجع تاني الماتش بكره. يعني انا عارف ان طبعا الجماهير في 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 في, في اذهانها او في عقولها رسم سيناريو معين للمباراه، لكن انا اتوقع ان السيناريو اللي هيلعب بيه كيروش بكره هيكون سيناريو مختلف نوعا ما. منتخب السنغال تصريحاته الاخيره، طبعا عامل معسكر استمر يمكن اربع ايام في المغرب، ينتهي النهارده، يوصلوا القاهره مفترض النهارده حوالي الساعه 7:30 ويعملوا تمرينه واحده بكره، مش هيتمرنوا النهارده لانه اليو سي سي المدير الفني قرر ان هم يعملوا تمرين النهارده الصبح قبل ما يسافروا، وده مستجد جديد، يعني البرنامج بتاعهم ما كانش فيه تمرين النهارده، لكن الراجل قرر يغير البرنامج وعمل لهم تمرين الصبح، منها ركبوا الطياره يوصلوا القاهره 7:30 يعملوا تمرين واحده بكره على ملعب المباراه استعدادا طبعا لمواجهه الجمعه. الكوره ما فيهاش حسابات، منتخب قوي، منتخب محترم، منتخب مصنف، بطل افريقيا، لكن احنا الفراعنه. والكلام مش كلام كده يعني ثقة وعنجهية على الفاضي، لا الكلام الحقيقة بالورقة والقلم، وتعالوا نحسب الحسابات. احنا لعبنا في بطولة افريقيا اربع نهائيات، حتى السنغال تفوقت علينا في النهاية، تفوقت علينا بضربات ترجيحية في ظروف كانت صعبة جدا علينا، وهنقيسها مع حضراتكم ونحسبها بالورقة والقلم إذا كنتوا حابين، بس خلونا نبدأ حلقتنا بأهم الأخبار والعناوين. المنتخب الوطني يخوض ميرانو الأخير اليوم على استاد الدفاع الجوي قبل مواجهة السنغال. ومحاضرة من كيروش للاعبي المنتخب لشرح نقاط قوة وضعف المنتخب السنغالي. بعثة أسود التيرانجا تصل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني. والصحافة السنغالية تكشف كواليس استعدادات أسود التيرانجا لموقعة القاهرة. توتو ميركاتو الإيطالية من المستحيل تحقيق حلم اليوفي بضم صلاح.